وتعليقا على هذا الموضوع معنا من الرباط المحلل الاقتصادي والسياسي الأستاذ إدريس العيساوي. أستاذ العيساوي أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا شكرا. أستاذ العيساوي في البداية، إلى أي مدى تحدد رسالة الملك محمد السادس إلى الوزير الأول الإسرائيلي تحدد ملامح علاقة دائمة خدمة للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط؟ أعتقد بأن الرسالة كانت وثيقة تاريخية صراحة، لأنها ماذا تطرح؟ تطرح عمق العلاقات بين إسرائيل والمملكة المغربية، وكذلك تذكر بالدور الاستراتيجي التي تقوم به المملكة المغربية في هذا الملف. وأعتقد بأنه يعني ما قاله الملك في رسالته هو تذكير بالدور الضروري الذي على المغرب أن يلعبه، خصوصا بالنسبة لقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، حيث أن المغرب يقول بأن هذا الصراع لا يمكن أن يحل إلا من خلال اعتماد هذه المقاربة التي تأخذ بعين الاعتبار مصالح إسرائيل ومصالح الفلسطينيين مباشرة. فبالتالي لا يمكن أن نفتح علاقات ثنائية بين إسرائيل والمملكة المغربية وأن نتناسى بأن لفلسطين يعني حق تاريخي في أولا وضع أسسه، وخصوصا بالنسبة لتل أبيب، يعني القدس عليها أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية. هذه تصريحات سابقة للدبلوماسية المغربية، وهي الآن فرصة للتأكيد عليها ما دام أن الملك محمد السادس يلعب دورا مهما كرئيس للجنة القدس، رئيس لجنة القدس التي تذهب إطارا للتحاور والمشاورة بين الدول الإسلامية والدول غير الإسلامية التي لها مصلحة في أن يحل السلام في هذه المنطقة. طب الأستاذ العيساوي، نعم، برأيك هل يمكن اعتبار دينامية العلاقات المغربية الإسرائيلية نافذة حقيقية من أجل تسوية عادلة للقضية الفلسطينية؟ أعتقد ذلك بأنه هذه مسألة صحيحة صراحة، لا يمكن أن نتناسى ذلك، إن حل قضية الفلسطين يجعله المغرب الشرط الأساس لكل عمل بين المغرب والدولة الإسرائيلية، فهذا لا يمكن أن ننساه أو نتناساه، لأن المغرب الذي كما قلت لك له لجنة القدس، له كذلك صندوق مال القدس، وهو تمويل مغربي من جيوب المواطنين والمواطنات المغاربة، يذهب مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. فبالتالي أعتقد بأن هذه المسألة ليس عليها غبار، لا يمكن التشكيك في صدقيتها وفي قوتها. فبالتالي المغرب كان وما زال متشبتا بضرورة الحل الذي يجب أن نجده للإشكالية للخلاف الفلسطيني الإسرائيلي، وأعتقد بأن حتى الإسرائيليين لهم كذلك هذه الرغبة، ما دام أنهم في واقع الأمر إسرائيل تبقى دولة لها يعني هي دولة ديمقراطية في آخر المطاف، لا يمكن أن تبني مستقبلها على أي شيء يمكن نسبه إلى الماضي أو إلى شيء مجهول. فإسرائيل تبني حياتها ومستقبلها على أشياء ملموسة وبتعاون حقيقي بين إسرائيل والدول التي تتعامل. طيب أستاذ العيساوي، من ناحية ثانية، ما بين الموقف الإسرائيلي الجديد والتأكيد في الإدارة الأمريكية أن لا شيء تغير في القرار الأمريكي منذ 2020، كيف ترى موقف دولتين لهما صوت مسموع دوليا؟ أعتقد بأن يعني أمريكا كان لها السبق طبيعة الحال في الاعتراف بمغربية الأقاليم الصحراوية، وكان لها كذلك دفعة قوية بالنسبة للموقف يعني بالنسبة للدبلوماسية المغربية، حيث أن عددا من الدول بادرت إلى فتح قنصليات
ومجالات يعني على العمل الدبلوماسي تطور بشكل كبير في هذه المناطق، خاصة الداخلة والعيون وأقاليم أخرى، حيث أن الآن الداخلة هي الباب الحقيقي لإفريقيا، لأن فيها كل المشاريع التي تم الاعتماد عليها من أجل أن تكون هذه المدينة مدخلا حقيقيا. أنا أذكركم فقط بأن المغرب انتهى من إنجاز الخط الرابط بين تيزنيت والداخلة، وهي طريق مزدوجة. هناك كذلك ميناء، الميناء المتوسطي لمدينة الداخلة. هناك كذلك بناء وحدة صناعية خاصة بتحلية مياه البحر في مدينة الداخلة. كذلك أنا لم أذكر هنا كل مشاريع القوية والكبيرة الموجودة مثلا في مدينة العلوم. وبالتالي أعتقد بأن الإسرائيليين سيجدون في هذه الأقاليم كل ما كانوا يتخيلون من إمكانية لجعل التعاون بين إسرائيل والمغرب تعاونا بناء وتعاونا مثمرا بالنسبة لكل الأطراف. المحلل الاقتصادي والسياسي إدريس العساوي، كنت معنا من الرباط، شكرا جزيلا لك لهذه التوضيحات.